بعد ما خلصنا الحوار بتاع الفايبريشنز دوت، ان احنا عرفنا ازاي نجيب المودز بتاعت الفايبريشن، ثانيه كده، هندخل على تاني توبيك بقى اللي هي اللونجيتيودنال فلايت داينامكس. ماشي، احنا يعني عايزين ندرس هنا الداينامكس، تمام، بتاعت الطياره اللي هي الطياره هي ماشيه مثلا، لو جالها زي احنا في الاخر بندرس الاستابيليتي يعني، تمام. فلو الطياره مثلا جالها شويه هواء كده، ويند او حاجه مثلا زي عملت لها ديستربنس ولا حاجه، هتخليها مثلا تعمل اوسيليشنز، تمام، وهي ماشيه الطياره هتبدا انها توسيليت كده. فانا عايز بقى ايه يعني اطلع المودز اوف فايبريشنز بتاعت الطياره، تمام، لما احط لها انيشال كونديشنز مثلا معينه، الطياره هتقعد تتهز بطريقه معينه وهي ماشيه. المفروض بقى ان الطياره تبقى ستيبل وكده، انها يعني وهي ماشيه الاوسيليشنز يحصل لها دامبنج ويحصل لها سيتلينج وترجع تاني للطبيعي بتاعها. مش عايز الطياره مثلا لو جالها شويه هواء يحركها كده لفوق وتحت، تقوم الطياره طالعه بره المسار بتاعها وتبقى انستيبل يعني، تمام. ف عشان نعمل ندرس الفلايت داينامكس ديت، احنا طبعا عارفين ان من زمان لما قسمنا الحاجه اللونجيتيودنال ولاترال، تمام، عملنا دي كابلنج اللي قلنا عليه، وكنا بنشتغل دايما لونجيتيودنال لوحده ولاترال لوحده. فدلوقتي احنا هنشتغل على الجزء اللاترال بس، هناخد اللاترال سبيس موديل بتاعتنا، تمام. احنا عندنا هندرس حاجه اسمها اللونجيتيودنال مودز، وهم عباره عن تو مودز، عباره عن حاجه اسمها الشورت بيريود مود واللونج بيريود مود. وكل واحد من دولت هندرس حاجه ثانيه اسمها شورت بيريود ابروكسيميشن ولونج بيريود ابروكسيميشن، تمام. عشان نطلع المودز وفايبريشنز دي بتاعت الطياره، انا عندي الستيت سبيس بتاع اللونجيتيودنال. احنا عارفين ان الاي ماتريكس ديت هي اللي فيها كل الداينامكس بتاعت الطياره، تمام. فانا هاخد الاي ماتريكس ديت، وهو هنا بيقول لك كان بيحل على اكزامبل يعني على جنرال افيشن اير بلين، وعنده قيم بقى للاستابيليتي ديريفاتيفز كلها والحاجات اللي عنده اللي هي السرعه والجرافيتي وهكذا، يعني عنده كل القيم اللي في الماتريسيز ديت، مش محتاج ان هو يفرض حاجه ولا يجيب حاجه من بره، تمام. فانا اعتبرت ان الحاجات دي كلها موجوده، وانا افضل انكم تبقوا حافظين الكلام ده، يعني هو مفهوم بس تبقوا واخدين بالكم يعني ايه، ان هنا لما تيجي تكتب الستيت سبيس عارف ان دي اكس يو دي اكس دبليو، وهنا في صفر وبعد كده نيجاتيف جي، وهنا زد يو زد دبليو، وهنا يو نود، وهكذا. احفظوها يعني، انا افضل انكم تحفظوها عشان مش عارفين برضو هجيب الاسئله ازاي. فحاولوا انكم تحفظوا الاي ماتريكس شكلها عامل ازاي في حاله اللونجيتيودنال وفي حاله اللاترال برضه. المفروض ان انا همسك الاي ماتريكس ديت اجيب لها الايجن فاليوز والايجن فيكتورز، زي ما احنا كنا بنعمل قبل كده في الفايبريشن، كنا بنجيب ايه الايجن فاليوز ونجيب الايجن فيكتورز، والايجن فيكتورز دي كانت بتعبر لي عن المودز اوف فايبريشنز بتاعتي. فانا هجيب الايجن فاليوز بتاعت الاي ماتريكس والايجن فيكتورز، فهو هنا بفرض ان هو حلها يعني وجاب الايجن فيكتورز، طبعا ده 4 باي 4 ماتريكس، فهيطلع لي 4 ايجن فاليوز، تمام. عنده ايجن فاليو 1 و2 و3 و4 وطالعين كومبلكس، تمام. هنا طلعوا كومبلكس، وطبعا عشان هم كومبلكس لازم بيجوا كونجكت، يعني دايما هيبقى عندك بلس او ماينس بلس او ماينس، تمام كده. عمر ما هتلاقي كونجكت بول او ايجن فاليو بيجي لك لوحده، لازم يجي بير كده كونجكت، تمام. احنا عارفين ان الايجن فاليوز ديت بتعبر عن، لو تفتكروا من المحاضره اللي هي كانت اللي ما جاتش في الميد تيرم دي، كانت كنا عارفين ان الايجن فاليوز بتاعت الماتريكس هي البولز، يعني الايجن فاليوز بتاعت الاي ماتريكس هي البولز بتاعت كاركترستيك ايكويشن بتاعت السيستم، تمام. فهو ببساطه راح رسم في الايماجينري بلين، هيرسم البولز بتاعت السيستم اللي هي عباره عن الايجن فاليوز ديت، هيرسمهم، فلقى ان الايجن فاليوز اللي هنا دول هيترسموا هنا، والايجن فاليوز اللي هنا دول هيترسموا هنا، تمام كده. بقى عندي بولز هنا وبولز هنا. البولز اللي هنا دي تلاقي ان الزيتا، لو تفتكروا المسافه دي كده كان اسمها زيتا اوميجا ان. الزيتا في اوميجا ان ديت اللي هي كانت الريل بارت، تمام، هنا كبير وهنا صغير،
فلما زيتا اوميجا ان ده كان بيبقى كبير، انت عارف ان السيتلينج تايم بتاع السيستم كان بيبقى عباره عن 4 على زيتا اوميجا ان، فطالما ده كبير فتعرف ان السيتلينج تايم هنا صغير، طالما ده صغير يبقى السيتلينج تايم بتاعه هيبقى كبير، وده اللي هو لقاه هنا. تمام، هو طبعا طلع الاوميجا ان والزيتا من هنا، احنا عارفين ان الجزء الريل ده هو عباره عن زيتا في اوميجا ان، جزء في كومبلكس دوت بيبقى عباره عن اللي هو الاوميجا دي، او اللي هي بتساوي اوميجا ان سكوير روت 1 ناقص زيتا سكوير. تمام، فاقدر ان انا اطلع الزيتا والاوميجا ان، واقدر ان انا اجيب السيتلينج تايم هتلاقيه صغير جدا 1.6 سكند، وهنا هيبقى نفس الكونسبت، اطلع برضو الزيتا والاوميجا ان بتاعتي وهيلاقيهم صغيرين جدا، هنا هتلاقيهم يعني قيمهم معقوله 3.6 و0.5، هنا 0.2 و0.07 حاجات صغيره، والسيتلينج تايم بتاعه كبير 4 دقائق. تمام، فسمى ده شورت بيريود وده سماه اللونج بيريود، ده بيعبر عن شويه اوسيليشنز بتحصل وبيحصل لها دامبنج بسرعه بتخلص على طول، يعني بتاخد بضع ثواني، ودوت بيعبر عن شويه اوسيليشنز بتاخد وقت طويل بقى جدا، فاهم، 4 دقائق واكتر قاعده بتعمل ايه اوسيليشنز في التيار طب ببساطه كده. حليت الماتريكس ازاي؟ معلش ده ماتريكس ايه ده؟ عشان هو شكله مخيف شويه. ده هو عمله على الماتلاب يا اسطى، يعني جاب دول عن بالماتلاب، عشان ده 4 في 4 انت بايدك طبعا، ده هيبقى صعب جدا تعمله بايدك وهيطلع لك معادله من الدرجه الرابعه. تمام، احنا بنجيب الـ يعني لو عايز تجيبها بنفس الكونسبت اللي هو ده، او خلينا نقول ده يعني هم هيجوا جيفن ولا ايه؟ اصبر على رزقك شويه، اصبر على رزقك يعني، بس يعني احنا ماشيين هتفهموا الاسئله هتيجي ازاي. تمام، بس يعني انت لو عايز تجيب الايجن فاليوز احنا بنجيبها بالطريقه دي، زي ما قلنا ان احنا بنجيب الديترمنت بتاع لامدا اي ناقص اي بتساويه بالصفر. تمام، بس اللي فات ده 4 في 4 فخفت شويه. لا لا، مش مطلوب منك تعمله، يعني هو بيعمله بالماتلاب بس. فهمت حوار الشورت بيريود واللونج بيريود؟ تمام، هنمسك بقى ايه الكلام دوت، الشورت بيريود مود ده عايزين نمسكه ونعمله سيميوليشن للريسبونس بتاعه. تمام، لحظة واحدة كده. قبل ما نعمل بس سيميوليشن، ماشي، يعني قبل ما نطلع الريسبونس وشكل الريسبونس بتاع السيستم، تمام، افتكروا ان احنا عندنا ال افتكروا في اللونجيتيودنال احنا عندنا يو ودبليو كيو وسيتا. تمام، عشان اجيب الايجن فيكتورز بتاعه المود ده، تمام، احنا قلنا ان كل ايجن فاليو بيبقى ليه ايجن فيكتور. تمام، فالايجن فاليو بتاع الشورت بيريود هيبقى ليه ايجن فيكتور. تمام، وهو بيجيبه الماتلاب بالطريقه ديت، يعني لو حد كان عايز يفتكر. وبرضه هو هنا راح على الماتلاب وجاب مثلا الايجن فيكتور. تمام، احنا مش مطلوب مننا احنا نجيب الايجن فيكتورز يعني بالطريقه دي. فلما جاب الايجن فيكتور طلعت له بالشكل ده، كلها كومبلكس طبعا، بس هو دلوقتي عايز يعني يقارن، يطلع ريسبونس ويعرف ان هو يدرسه ويعمل له مقارنه وكده. فعشان يعمل الكلام ده لقى ان عنده هنا دي عباره عن سرعه، ودي عباره عن انجلر فيلوسيتي، ودي عباره عن انجلر فيلوسيتي، ودي عباره عن انجل، فالحاجات القيم مش ماشيه مع بعضيها. فهيعمل حاجه اسمها نورماليزيشن للايجن فيكتور، ان هو يخليه دايمنشنالس من الاخر، يعني دايمنشنالس ملوش اي دايمنشنز. تمام، عشان يقدر ان هو يقارن القيم بقى ببعضها. فعشان نعمل النورماليزيشن دوت في حاله ان احنا عندنا اللونجيتيودنال، بنمسك الستيتس بتاعتنا اللي في الايجن فيكتور نقسمها على يو كلها، يو نود. تمام، هنقسمها على يو نود، سوري معلش، الاول هنقسمها على دلتا ثيتا. خلي بالكم بس من حاجه، انتم ممكن تلاقوا الموضوع ده لخبطكم شويه، ان هنا فجاه ظهرت الدلتا ديت من العدم، بس هي الدلتا دي دايما موجوده، يعني احنا عارفين ان هنا دايما في دلتا 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 يو دلتا دبليو دلتا كيو، ماشي، بس احنا قلنا ان احنا ما بنكتبهاش يعني، بس هو هنا فجاه كده رجع كتبها يعني، ماشي، ما تسالونيش ليه. ف هنقول الدلتا يو على دلتا سيتا، دلتا دبليو على دلتا سيتا، دلتا كيو على دلتا سيتا، ودلتا سيتا على دلتا سيتا. تمام، دي طبعا هتديني ايه؟ المفروض واحد في الاخر. بس بعد كده اقسمها على يو نود. تمام، كلهم هيتقسموا على يو نود،
ما عدا اللي هو اخر واحده دي، هقسم اليو على يو نود والدبليو على يو نود والكيو على يو نود بس. برضو يعني الموضوع ده كده مش هيظبط 100% لان في هنا ديت عباره عن يعني انجلر فيلوسيتيز، تمام؟ فبرضو دي هيطلع ليها دايمنشن، فهيحط بقى حاجه جديده اسمها بالنسبه للكيو هيحط حاجه اسمها السي بار على 2، تمام؟ معلش يعني انا حاسس ان شرحتها بلخبطه شويه، بس ايه ببساطه كده تاني، احنا هنقول ان الدلتا يو هتتحول لدلتا يو على يو نود في دلتا سي، تمام كده؟ والدلتا دبليو احنا عارفين من قبل كده ان الدلتا دبليو او الدبليو بتساوي ان الالفا اللي هي الانجل اوف اتاك دايما بتساوي دبليو على يو نود، تمام؟ وكنا اثبتنا الكلام ده قبل كده في فيديو من قبل كده، تمام؟ كنا طبعا بنستعمل ان هي الزاويه صغيره ونقول ان ثانيه زاويه هو الزاويه والكلام ده يعني. فهيطلع لنا دايما ان الالفا بتساوي دبليو على يو نود، تمام؟ وتبقوا حافظين برضو ان هيبقى عندك بعد كده هتقابل حاجه اسمها بيتا مثلا، البيتا هتبقى هي عباره عن الفي على يو نود. دايما كده لما يظهر لك انجل مش موجوده دي بتيجي عن طريق انك انت تقسم الحاجه على يو نود، تمام؟ بس الحاجه اللي هي الكورسبوندنج ليها، يعني انا عشان اجيب الالفا اقسم الدبليو على يو نود، تمام؟ لما قسمت كل حاجه هنا على يو نود فهودي بقى هيطلع لي دلتا دبليو على يو نود هشيلها واحط مكانها دلتا الفا، تمام كده؟ فدي اتحولت لدلتا الفا على دلتا سيتا، والكيو هتتحول لدلتا كيو في سي بار على 2 يو نود، وطبعا الدلتا سيتا هتبقى دلتا سيتا على دلتا سيتا كده. الكلام ده كله ما عادش له اي ما عادش له دايمنشنز واقدر ان انا اقارنه ببعض. همسك الكلام ده، تمام، واطبق بقى الحاجات اللي انا اللي عندي ديت، ان انا هقسم على الدلتا سيتا واقسم على يعني امسك بالنسبه لده مثلا اضربه في سي بار، اضرب الكلام ده في سي بار واقسمه على 2 يو نود ودلتا سيتا، تمام؟ هيطلع لي في الاخر الرقم ده، وهكذا. دوت برضو كان كده، همسكه واقسمه على يو نود واقسمه على دلتا سيتا هيطلع لي الرقم ده، تمام؟ دلتا سيتا اللي هي من هنا دي، تمام كده؟ وهمسك دوت اللي هو اليو هقسمه على ده واقسمه على يو نود هيطلع لي ده. في الاخر ده يعني شكل ايه الايجن فيكتور بعد ما عملنا له نورماليزيشن، تمام كده؟ همسك النورماليزد ايجن فيكتور ده مش معلش قبل بقى ما امسك يعني قبل ما نتعامل مع الايجن فيكتور دوت ونطلع منه حاجات، احنا فهمنا موضوع ان احنا عايزين نعمل نورماليزيشن للحاجه ده، تمام؟ ف دلوقتي انا عايز ادرس الريسبونس بتاع السيستم في المود اللي هو بتاع الشورت بيريود ده، تمام؟ عايز اشوف شكل الاوسيليشنز بتاعت السيستم في بتاعت الطياره يعني في المود ده، تمام؟ فهو برضه راح عمل سيميوليشن على الماتلاب بقى وكده، مسك الاي ماتريكس اللي هي 4 في 4 ديت، وراح عمل سيميوليشن عشان يطلع شكل الريسبونس بتاع السيستم في حاله الشورت بيريود، وحط انيشال كونديشن ان الالفا تبقى بتساوي 1، تمام؟ الالفا تبقى ب 1 ديجري، يعني كان عندي طياره وحطيت عليها خليت الانجل اوف اتاك فجاه زادت كده 1 ديجري، وهشوف الطياره هتعمل الريسبونس بتاعها هيبقى عامل ازاي، تمام؟ الكلام دوت لازم تحفظوه، تبقوا حافظين شكل الرسومات عشان ممكن يسالنا فيها ولا حاجه. لما رسم الكلام دوت طلع له ان اليو على يو نود، عشان احنا هنا عايزين دي ما يبقاش ليها دايمنشن، تمام؟ لو خدت بالك ان دي مالهاش دايمنشن، وهنا الفا برضو مالهاش، وهنا السيت مالهاش، وهنا الكيو مالهاش عشان مضروبه في سي بار على 2 يو نود. لما شاف السبيد مع التايم لقاها بالشكل دوت في الشورت بيريود، فاحنا بنتكلم على وقت صغير، يعني هو واخد هنا التايم بتاعه 5 ثواني، راسم الكيرف لحد 5 ثواني عشان ده شورت بيريود زي ما احنا قلنا، السيتلينج تايم بتاعه صغير جدا.
رسم الالفا طلعت له بالشكل دوت، رسم الكيو طلعت له بالشكل ده، ورسم السيتا طلعت له بالشكل ده. من الشكل دوت هو لاحظ ان اليو اللي هي السبيد ما حصل لهاش سيتلينج لسه، لسه عماله تزيد، والالفا حصل لها سيتلينج اتغيرت كده وقامت سيتلت، يعني حصل لها سيتلينج على الصفر على طول بعد الخمس ثواني، والكيو برضو اتغيرت كده وحصل لها سيتلينج، والسيتا اتغيرت ولسه ما بيحصلهاش اي سيتلينج برضو، دي ماشيه لسه بتتغير. فمن هنا قدر ان هو يستنتج ان في الشورت بيريود الحاجات المؤثره في الشورت بيريود هي الالفا والكيو، انما اليو والسيتا مش مؤثرين في الشورت بيريود. تمام، تاني في الشورت بيريود الالفا والكيو هما المؤثرين، واليو والسيتا مش مؤثرين. وقدر ان هو من هنا برضو نقدر ان احنا نفهم الكلام دوت. تمام، انتوا طبعا خلاص يعني هتستنتجوا حاجه، احفظوا ان في الشورت بيريود انت عندك الالفا والكيو هما اللي بيأثروا عندي في السيستم. الكلام ده هيفيدنا بعد كده ان احنا هنعمل حاجه اسمها ابروكسيميشن، وهتشوفوا موضوع الابروكسيميشن دوت. بس قبل ما ادخل في الابروكسيميشن انا عايز اوريكم حاجه توضح لكم شويه الشغل عامل ازاي عشان تبقوا فاهمين الشورت بيريود واللونج بيريود والكلام دوت. خلينا نشوف شكل الطياره في الشورت بيريود. تمام، اتفرجوا على الفيديو. تمام، الطياره حصل لها اوسيليشنز يعني وهي ماشيه كده، انا حطيت انيشال كونديشن عليها عشان يعمل لي موضوع اللي هو اكسايت يعني الشورت بيريود مود دوت. تمام، هو حط انجل اوف اتاك سيتا، عمل سيتا معينه، سوري معلش الفا، انا اسف، الفا، حط الفا معينه. تمام، فالالفا ديت هتعمل لي الاكسايتيشن للفيرست للشورت بيريود مود. هتلاقي الطياره اتحركت كده بطريقه عنيفه فجاه، وبعد كده حصل دامنج للاوسيليشنز دي على طول. الاوسيليشنز دي ايه بيحصل لها؟ دامنج بسرعه بعد ما عملت كده جامد، وبعدين ايه حصل لها دامنج على طول. تمام، ده شكل ايه الشورت بيريود مود. تمام، و الرسومات ديت اللي هي السيميوليشن دوت برضو ممكن نشوف شكل الرسومات بشكل نظيف شويه. ده سيميوليشن برضو للشورت بيريود مود. انا عندي هنا حطيت انجل اوف اتاك بواحد. تمام، و شفت على مدار 10 ثواني، رقم صغير يعني تايمز سبان صغير، هلاقي ان فعلا الانجل اوف اتاك هتبقى عامله كده، وهلاقي ان اليو هتبقى عامله كده زي ما الدكتور كان راسم، وهلاقي ان البيتش انجل اللي هي سوري معلش خلينا نقول البيتش ريت الاول اللي هي الكيو عامله كده زي ما هو قال برضو، والبيتش انجل هتبقى عامله كده ولسه بتتغير. لو لاحظتوا هتلاقوا ان الاحمر والاخضر بس هم اللي حصل لهم سيتلنج وسبته على قيمه معينه، والباقيين دول لسه بيتغيروا معايا، فدول مش داخلين معايا اللي هي السبيد والبيتش انجل في الشورت مود شورت بيريود. لو حبيت بقى ان انا ادخل على اللي هو اللونج بيريود. تمام، فبنفس الطريقه برضو عشان عمل نورماليزيشن للايجن فيكتور بتاع اللي هو اللونج بيريود. تمام، يعني كان عنده ايجن فاليو، طلع من الايجن فاليو دوت طلع له ايجن فيكتور، مسك الايجن فيكتور دوت وعمل له نورماليزيشن بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها هنا، عمل له نورماليزيشن. تمام، وراح بقى برضو من الماتريكس اللي هي 4 في 4 دي، راح رسم الريسبونس بتاع السيستم في حاله اللونج بيريود اللي هو خد تايم
كبير، يعني واخد هنا مثلا 150 ثانية، تمام؟ هناك كان واخد 5 ثواني، هنا خد بقى 150 ثانية، وبرضه بنفس ال كان نفس الكونديشن ان هو الالفا بتساوي 1. طلع له الريسبونس دوت، هيلاقي ان اليو بيحصل لها اوسيليشنز كده، والالفا تقريبا ما بيحصلهاش، مش باينه خالص حتى في الموضوع، يعني اوسيليشنز مش موجوده، والكيو كذلك الاوسيليشنز بتاعتها مش موجوده برضه، والسيتا ليها اوسيليشنز مع الوقت، تمام؟ وتحس ان هي بيحصل لها دامنج بالراحه كده، ما يعني حصلهاش دامنج بسرعه يعني، تمام؟ خلينا نشوف الرسمه دي، هو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله. هتلاقي ان السبيد بيحصل لها اوسيليشنز، والبيتش انجل بيحصل لها اوسيليشنز، وهتلاقي ان الانجل اوف اتاك والبيتش ريت تقريبا اوسيليشنز بتاعتهم خفيفه جدا، يعتبر حصل لهم سيتلينج خلاص، انما الباقيين دول هم اللي بيعملوا له اوسيليشنز جامد، تمام؟ فاقدر اقول ان في اللونج بيريود اليو والسيتا هم اللي بيأثروا، تمام؟ اليو والسيتا هم اللي بيأثروا عندي في اللونج بيريود. وخلينا نروح نشوف شكل اللونج بيريود عامل ازاي. اللونج بيريود ده بيسموه فوجويد من اسمائه، يعني ده يعني لو قال لكم فوجويد تعرفوا ان ده برضو هو اللونج بيريود، يقول لك لايتلي دام، تمام؟ وبيقعد فتره طويله. شوفوا شكله دلوقتي، عملت برضو ديستربنس بحيث انها تعمل لي اكسايتيشن للمود دوت، تلاقي الطيارة بتأوسيليت بالراحة كده وإيه واخدة راحتها خالص، ومع الوقت الأوسيليشنز إيه واخدة وقت طويل، يعني ده واخدة حد 100 ثانية. تمام، اظن انكم فهمتوا الايديا يعني. ماشي، بس هنا الدكتور كان بيشرح يقول لك ان الشورت بيريود اوسيليشنز هنا صغيره وبتحصل بتخلص بسرعه، بعد كده في اللونج بيريود دوت كان بيحصل بسبب بقى ان الطياره يعني الانجل اوف اتاك هتنزل شويه، لو الانجل اوف اتاك قلت شويه هتلاقي ان السرعه بتاعتك هتزيد، فالليفت هيزيد، فالطياره هتبدا ان هي ترجع تاني ترفع لفوق، وبما انها رفعت لفوق كده فهتلاقي ان السرعه قلت، فالسرعه لما تقل الليفت هيقل، فهترجع ان هي تنزل تاني وهكذا. ده اللي انتوا كنتوا شايفينه الاوسيليشنز اللي عماله تحصل في اللونج بيريود او الفوجويد دوت، تمام؟ هنبدا بقى في حاجه مهمه اللي هو موضوع الابروكسيميشنز ده. موضوع الابروكسيميشنز ده هو يعني اللي احنا هنحل بيه في الامتحان، لان طبعا هو مش هينفع ان هو يجي يقول لك هات لي الايجن فاليوز بتاعت دوت، ولا اعمل له سيميوليشن ولا اي حاجه، الكلام ده مش هينفع. فاحنا عايزين دلوقتي نعمل حاجه نبسط بيها اللونج بيريود والشورت بيريود ده، وفي وبرده يطلع لنا زي كلوزد فورم سوليوشن كده، سوليوشن نقدر ان احنا نطلع منه ريزلتس، يعني نقدر نقول والله اللي الحاجه اللي بتاثر على ايه اللي اقدر اعمله مثلا عشان اغير احسن الكاركترستكس بتاعت اللونج بيريود والشورت بيريود وهكذا. فالابروكسيميشن دوت بيتعمل ازاي؟ ان انا همسك اللي هو الماتريكس ديت كده، الاي ماتريكس، تمام؟ اول حاجه نبدا بالشورت بيريود ابروكسيميشن، همسك الاي ماتريكس وانا عارف ان اللي كان بيأثر معايا في الشورت بيريود كان الالفا والكيو، تمام كده؟ الالفا اللي هي احنا عارفين ان الدبليو دي بقى لو قسمتها على الكيو هتديك الفا على طول، لو قسمتها على اليو معلش، الدبليو لو قسمتها على يو هتديك الالفا، تمام؟ فانا عارف ان الكلام ده، ف
في المقابل بتاعه اللي هو الجزء ده هم بس اللي بيأثروا في الشورت بيريود. فهمسك الماتريكس ديت واخد الاربع ارقام دول احطهم في ماتريكس، تمام، هي الزد دبليو واليو نود والام دبليو والام كيو، واقول ان دي ان الدبليو دوت والكيو دوت بيساوي الماتريكس ديت في دبليو على كيو. وفي الحاله دي طبعا ده بقى 2 باي 2 ابروكسيميشن، طلع لي ماتريكس 2 باي 2 بقت سهله جدا، هنسميها الاي شورت بيريود، اقدر ان انا اطلع لها الايجن فاليوز بتاعتها بكل بساطه. هطلع الايجن فاليوز بتاعت الابروكسيميشن ده ازاي؟ ان انا هقول ان الديترمينانت بتاع لامدا اي ناقص لامدا شورت بيريود بيساوي الديترمينانت، تمام، اللي احنا جايبينه هنا وبنساويه بالصفر، نعمل الديترمنت اللي هو ده في ده ناقص ده في ده، طلع لنا معادله من الدرجه الثانيه. اقدر ان انا من شكل المعادله دي، المعادله دي كانت بتعبر عن الكاركترستيك ايكويشن بتاعت السيستم، تمام كده، اقدر منها ان انا اجيب اولا اقدر اجيب اللامدا، تمام، اللي هي الايجن فاليوز، واقدر اجيب الزيتا والاوميجا ان، تمام كده. الزيتا والاوميجا ان هيتجابوا ازاي؟ الرقم الكونستانت دوت لو تفتكروا في الشكل الكاركترستيك ايكويشن كنا بنقول ان هي اس سكويرد زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير، وبرضه نقدر نقول باللامدا، لامدا سكويرد زائد زيتا اوميجا 2 زيتا اوميجا ان في لامدا زائد اوميجا ان سكوير، تمام كده. فاقدر ان انا اقول ان الكلام الكونستنت دوت هو الاوميجا ان سكويرد، والكلام اللي هو مضروب في اللامدا هو ال 2 في زيتا اوميجا ان. من التو كونديشنز دولت اقدر ان انا اجيب الاوميجا ان والزيتا، سميهم الاوميجا ان شورت بيريود وزيتا اوميجا والزيتا شورت بيريود، دول بتوع الابروكسيميشنز، خلي بالكم، تمام. وبعد كده اقدر اقارنهم باللي انا جبتهم قبل كده من الماتريكس بقى الحقيقيه اللي هي الاربعه في اربعه دي بدون ابروكسيميشنز وكده. لو قارنتهم هلاقي ان القيم قريبه جدا من بعض، تقريبا الايرور بصفر، تمام. يبقى الشورت بيريد ابروكسيميشن ده يعني كويس جدا وشغال كويس جدا، تمام كده. الكلام ده تحفظوه، ان الاوميجا ان بتاعت الشورت بيريود ابروكسيميشن تساوي، عندك تو فورمز للمعادله تقدر تكتبها في صورتين، احنا قلنا هي الكلام دوت ان اوميجا ان سكوير بتساوي الكلام ده، فهتقول ان هي السكوير روت بتاع الكلام ده، يبقى السكوير روت بتاع زد دبليو في ام كيو ناقص يو نود في ام دبليو. وانت عارف ان الكلام ده هو الام الفا، تمام، يعني اليو نود في ام دبليو هي الام الفا، تمام كده، فاقدر اشيلها واقول ام الفا، تمام، عشان لو جات لك في الصوره ديت او حاجه تبقى عارف برضه ان يعني عندك صورتين للحاجه. والزيتا والزيتا شورت بيريود اقدر اقول ان هي الكلام ده مقسوم على 2 اوميجا ان بتاعت الشورت بيريود، تمام. برضو تحفظوا القانون ده عشان يعني اغلب الظن في الامتحان مثلا ممكن يجي يقول لك يديك ماتريكس زي دي كده، يقول لك طلع لي مثلا الشورت بيريود واللونج بيريود ابروكسيميشن وهات لي الزيتا والاوميجا ان بتاعتهم، فانت تقدر من الماتريكس دي تطلع الشكل الابروكسيميشن، وتقدر انك تطلع دول على طول بالقوانين اللي انت كنت حافظها، وانت عارف بقى الزد دبليو ان هي دي، وعارف ان الام كيو هي دي، وعارف ان الام دبليو هي دي، دي اليو نود وهكذا، تمام. ده كده بالنسبه للشورت بيريود ابروكسيميشن. انا هقفل الشورت وندخل تاني على نفس اللينك المره دي برضه، ها.